أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن اتهام الحكومة للمجلس الانتقالي بعرقلة تنفيذ المصفوفة المتعلقة باتفاق الرياض. اتهمت الحكومة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم مرتين بعرقلة تنفيذ إجراءات وترتيبات اتفاق الرياض. وقال مصدر حكومي في تصريح نشرته وكالة سبأ الرسمية أن المجلس الانتقالي يرفض تسليم الأسلحة والعتاد الذي بحوزته للجان المكلفة بعملية حصر واستلام الأسلحة ومنعها من دخول المعسكرات وعدم الالتزام بعودة القوات إلى المواقع المحددة وفقا للمصفوفة المتفق عليها. ضاف المصدر أن التصعيد الإعلامي والاتهامات التي تطلقها قيادة الانتقال للحكومة الشرعية بشكل مستفز تحب البحث عن أي تصعيد لإفشال الاتفاق. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما هي آثار وأسباب رفض الانتقال لتنفيذ المصفوفة المتعلقة باتفاق الرياض، وما هو موقف الحكومة والتحالف من عرقلة الانتقال لمصفوفة الاتفاق. من فشل تنفيذ اتفاق الرياض إلى فشل تنفيذ المصفوفة المتعلقة به، تدور مفاوضات الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في حلقة مفرغة. المصفوفة التنفيذية التي جاءت هروبا من استحقاقات اتفاق الرياض ونصت على سحب الأسلحة الثقيلة من المجلس الانتقالي ودمج هذه الميليشيات في وزارة الداخلية والدفاع وتسمية محافظ ومدير أمن لعدن هي الأخرى باتت مهددة بالفشل بعيد اتهام الحكومة للمجلس الانتقالي بعرقلة تنفيذها أيضا. وإلى جانب اتهام المجلس الانتقالي بعرقلة تنفيذ المصفوفة المتعلقة باتفاق الرياض، اتهم المصدر الحكومي قوات المجلس الانتقالي بالبحث عن أي تصعيد لإفشال الاتفاق، وذلك بتهريب الكثير من الآليات العسكرية والأسلحة إلى خارج مدينة عدن. وبموازاة ذلك، حذرت الحكومة المجلس الانتقالي من مغبة الاستمرار في سياسة التعنت والسعي لإفشال الاتفاق ووضع العراقيل أمام تمكين الحكومة من ممارسة مهامها في عدن، مؤكدين أن ذلك قد يعيد المفاوضات إلى نقطة الصفر. جنوب مدينة عدن خلال المدة من إلى ذلك، نددت الحكومة ببيان ما يسمى بالجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الذي تضمن اتهامات للحكومة بعرقلة الاتفاق، مؤكدين أن ما ورد في البيان يعكس نيات مبيتة لإفشال الاتفاق. أكثر من شهرين مر على تنفيذ اتفاق الرياض وأيام من إعلان مصفوفتها التنفيذية، إلا أن شيئا لم ينفذ من استحقاقاته حتى الآن سوى عودة جزئية للحكومة، وهو ما أرجعه مراقبون إلى رغبة التحالف بإبقاء الوضع على ما هو عليه مضطربا في المحافظات المحررة. وينضم إلينا للنقاش في الموضوعين في الموضوع الزميلين الصحفيين عبد الرقيب الهدياني وصلاح الصقلدي. وأبدأ مع الأستاذ عبد الرقيب. بداية الأستاذ عبد الرقيب، ما هي برأيك أسباب عرقلة المجلس الانتقال الجنوبي لمصفوفة اتفاق الرياض بناء على الاتهامات الموجهة من الحكومة؟ بداية مساء الخير عليك سامي وعلى ضيفك الكريم وعلى السادة المشاهدين. منذ اليوم الأول لتوقيع اتفاق الرياض إلى التوقيع الأخير الذي حصل في الرياض لتنفيذ الشق العسكري، لم يتوقف المجلس الانتقالي من كيل الاتهامات والحديث أنه لا يوجد لديه أسلحة ثقيلة. تصريحات متوالية تكشف نية مسبقة من قبل المجلس الانتقالي للهروب من استحقاق يعني هذه البنود وهذه الاتفاقات. المجلس الانتقالي هو عبارة عن ميليشيات، هذه الميليشيات يعني سلاحها هو كل عدتها، وهو الذي عبره تحقق مطامعها وأهدافها. وبالتالي يعتقد المجلس الانتقالي أنه إن سلم هذا السلاح فلم يعد لديه أي خيار آخر، ويحاول أن يفرض خياراته بهذه القوة. لذلك سمعنا اتهامات كثيرة من قبل عيدروس الزبيدي، وهو الذي تحدث بعد إسقاط عدن أنه جمع من ألوية الحماية الرئاسية عشرات عسكري ضخم، قال أنه يصلح لمقاتلة الحوثيين لمدة عام.
ثم يأتي اليوم ويقول لا توجد لدينا أسلحة ثقيلة، تناقض فاضح. بالتالي اليوم الكرة في ملعب المملكة العربية السعودية باعتبارها راعية هذا الاتفاق، أن تلزم هذه الميليشيات أن تدعم لاتفاق الرياض وأن تسلم السلاح وأن تنفذ ما تعهدت به وما وقعت عليه في الرياض. المجلس الانتقالي يعتقد أن هذا السلاح هو كل ما يستطيع أن يحقق به الأهداف، وإذا سلم هذا السلاح فإنه لا يستطيع أن يلعب في المربع السياسي. الميليشيات هي عبارة عن يد قطش ولا تستطيع أن تتحرك إلا بهذه اليد الباطشة مثل الحوثيين. بالتالي اليوم ننتظر موقفا من المملكة العربية السعودية بعد تبادل الاتهامات من قبل المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية. ورحب بضيفنا من عدن أيضا الصحفي صلاح السقلدي. أهلا بك أستاذ صلاح. مصدر حكومي أستاذ صلاح يتهم المجلس الانتقالي بعرقلة تنفيذ مصفوفة اتفاق الرياض، برأيك ما هي دوافع الانتقالي للعرقلة؟ أولا أن هذا التقرير الذي يصدر هو صدر متوقع ولم يصدر من طرف اللجنة المشكلة من عدة أطراف بخصوص جمع السلاح ونقل القوة. الأمر الآخر أن هذا التقرير ورد بالتكلم على ما ورد في التقرير أو ما قد هل يمكن الانتقال من الله هو يبدو انا احاول ان استمع اليك لكن يبدو ان الصوت غير واضح استاذ صلاح، سنحاول التواصل معك مره اخرى لتعود وتعلق على نفس النقطه حتى يكون صوتك اوضح وتصل الفكره التي تريد التحدث عنها. اعود استاذ عبد الرقيب الهدياني الى حين نحاول التواصل مع الاستاذ صلاح السقلدي مره اخرى لتجاوز الاشكال التي كانت في الصوت. استاذ عبد الرقيب الهدياني، في الوقت الذي تتهم فيه الحكومه المجلس الانتقالي بعرقله تنفيذ اتفاق الرياض وبعد ساعات من هذه الاتهامات صدر تصريح أثناء لقاء ناصر الخبجي رئيس فريق المجلس الانتقالي في عن جانب المجلس الانتقالي في اتفاق الرياض، يقول نحن التزمنا وأوفينا بالالتزامات التي كانت علينا في المجلس الانتقالي الجنوبي وننتظر إيفاء الحكومة بالتزاماتها. كما ذكرت لك هناك تبادل للاتهامات. ناصر الخبجي اليوم وعند لقائه بالمبعوث الدولي قال أن المجلس الانتقالي قد التزم بجميع البنود ويطالب الحكومة بأن تلتزم. المستشار السياسي لرئيس الجمهورية أحمد عبيد بن داغف اليوم أثناء لقائه دبلوماسيين بريطانيين قال أن الحكومة نفذت ما عليها من تعهدات وتنتظر المجلس الانتقالي. ناصر الخبجي ممثل المجلس الانتقالي تحدث عن مطلب أحد المعتقلين أو ما سماه بالأسير الجنوبي التابع للمجلس الانتقالي وهو أحمد محمد الفيضي، وهذا كان يقود القوات مكافحة الإرهاب في لحج وتم القبض عليه في حرب شبوة الأخيرة في أغسطس، وهناك مطالبات من إدارة أمن عدن باعتباره قاتل وهناك وثائق نشرتها إدارة أمن شبوة. بالتالي الكل يتخندق وراء موقفه. اليوم نحن بحاجة إلى صوت من قبل الراعي وهي المملكة العربية السعودية الغائبة عن المشهد. من الذي يعرقل تنفيذ هذا الاتفاق؟ الأطراف تتبادل الاتهامات، كل طرف يقول أنه قد وصى. قبل قليل وردتنا معلومات من أبين أن هناك توتر ويجري تحشيد بعض القوات إلى أبين للمجلس الانتقالي ومن الطرف الآخر من قبل الجيش الوطني التابع للحكومة الشرعية. الأمور على الأرض لم تتحرك بشكل إيجابي والكل يحمل الطرف الآخر المسؤولية، مسؤولية الإعاقة ومسؤولية التنفيذ، والمملكة العربية السعودية هي الغائبة عن هذا الواقع وعن هذه الاتهامات المتبادلة. نأمل وكنا نتطلع كرأي عام وكيمنيين أن نستمع إلى الراعي ليخبرنا
ما الذي نفقد حتى اليوم؟ ما هي العراقيل؟ من الطرف المعرقل؟ حتى نكون على بينة. اليوم ننظر إلى المشهد، الطرفان أو الطرفين يتبادلان الاتهامات، والرأي العام يبحث عن الحقيقة، الحقيقة الغائبة التي يجب أن يعني تضعها المملكة العربية السعودية أو قائد التحالف في عدن ليحدثنا عن الواقع باعتباره الراعي وهو المسؤول عن هذا، عن هذا الاتفاق. طيب سنعود نتحدث في هذه النقطة. أستاذ صلاح، كنت سألتك، أهلا بك مرة أخرى معنا في زوايا الحدث، كنت سألتك عن دوافع المجلس الانتقالي في رفضه لتنفيذ الاتفاق بناء على الاتهامات الموجهة إليه من قبل الحكومة. مثل ما قلت لك سابقا بأن هذا البيان يصدر عن الحكومة، هو أتى كرد فعل عن البيان الذي صدر مساء عن المجلس الوطني للانتقالي، ليس إلا. الأمر الآخر أن هذا البيان صدر من طرف واحد، وكان إن كان محتوى صحيحا فكان فيه من قبل اللجنة المشكلة من عدة أطراف. لا أظن أن هذا البيان يخرج عن سياق الأحداث التي حدثت أخيرا في المارك، من حاول صرف الأنظار عن ما حدث هناك وتخفيف من حالة السخط داخل الجنوب. الأمر الآخر، هناك تناقضات عديدة حملها هذا التقرير. أولا، في الوقت الذي رئيس الحكومة يشيد بالموقف الانتقالي، ذهب التقرير بين الاتهامات الانتقالي وفي وقبل يوم واحد فقط كانت اعلام السلطه واعلام الحكومات تتحدث عن عوده محافظه ابين الى حضن الدوله وسياده الامن وما شابه ذلك. فكيف يكون هناك عدم التحاب وفي نفس الوقت تشيد تتحدث هذه السلطه على ان المحافظه عادت الى حضنها؟ فيما يتعلق بالانتحابات والاسلحه التي تحدث عنها هذا التقرير، فلا اعتقد ماذا يقصد عندما يقول أن في الوقت الذي يقول أن هناك قوة في المجلس الانتقالي لم تخرج من محافظة عدن، وفي نفس الوقت يقول بأن المجلس الانتقالي قد أخرج الأسلحة من خارج محافظة عدن، فكيف خرجت الأسلحة من خارج محافظة عدن ولم يخرج ولم تخرج القوات التابعة للمجلس الانتقالي؟ هذه مغالطات واضحة ومعروف طبعا بالتأكيد بأن الحكومة حاولت أن تأخذ من اتفاق الرياض ما يروق لها وما يفيدها. فعندما اتت النقطه الاخرى او البند الاخر الخاص بتشكيل الحكومه، بدات هذه الحكومه تتلكى وتختلق الاعذار ولا في الموقف هنا وهناك، وقد شاهدنا في حضرموت وفي مأرب وفي شباب بعد هذا التوجه للاسف الشديد. وبالاخير لا اعتقد بان هذا البيان له قيمه على الاطلاق طالما وقد ورد من طرف واحد ولم يرد من كل الاطراف او من اللجنه المشكلة والمخولة بالتحديد من الذي يعاقب ومن الذي يمنع دخول القوات ومن الذي يحتفظ بالأسلحة ومن الذي يعرض الأسلحة إلى خارج محافظة عدن. ماذا يعني هذا التقرير أمامك؟ ماذا يعني هذا التقرير عندما يتحدث بإخراج الأسلحة إلى خارج عدن وإلى الضالع تحديدا في الوقت الذي يعرف أن هناك معارك مستمرة ومحتدمة منذ شهور وتأثيرها في الأسابيع والأيام الأخيرة؟ عن اي سلعه تنتهيها؟ وماذا بشان الاسلحه والقوات التي تحتفظ بها بالحكومه في شبوه وفي سيئون وفي حضرموت وتكتس الاسلحه بشكل ضخم في مارب؟ طيب انقل النقاش عن الاسلحه يجب ان نتحدث عنها بتجربه وبدون السيد المكيالين، فالذي يتم الجمع هو عباره عن مخالطات وهو عباره عن تعرقلت لهذا الاتفاق. فمنطقيا ان هذا الحكومه ووزرها بالتحديد يرون بان تنفيذ الاتفاق يعني الخروج لهم من المشهد السياسي نهائيا او خروج عظمهم من المشهد. ولا اعتقد ان وزير في اليمن من مصلحة حسب ما اعتقدنا بان هناك من يتمسك بهذه المناطق بانه سيسعى على تنفيذ الاتفاق، هو يعرف جيدا بان تنفيذه طيب استاذ عبد الرقيب، اذا كما استمعت لحديث الاستاذ صلاح يقول ان هناك الكثير من المغالطات في تعاطي الحكومه مع الاتفاق، وانها فقط تبحث عن ما يخصها وما يحقق لها مكاسب وتعرقل في بنود اخرى ولم تلتزم بالكثير من البنود التي يفترض انها كانت وفق الاتفاق تنجزها، اذا كان لك من تعليق.
طبعا ضيفك غير واقعي ولا يتحدث عن الوقائع الموجودة على الأرض اليوم. من بدأ بتوجيه الاتهامات، من بدأ بخلق العراقيل، من بدأ بطرح المبررات وأنه لا يوجد لديه سلاح ثقيل هو المجلس الانتقالي. أقول لك الحقيقة سامي، المجلس الانتقالي اليوم يضغط لأجل أن يصدر رئيس الجمهورية قرار بمحافظ عدن ومدير أمن عدن الجديدين. المجلس الانتقالي يريد أن يرى هذه الشخصيات التي ستأتي لشرف هذين المنصبين إن كان من الموالين له، فإنه سيتعاون وبعد ذلك سيعيد إنتاج نفسه وقواته وأسلحته بشكل طبيعي. لذلك اليوم يتخوف ويحاول أن يعرقل مهمة استعادة أو تسليم السلاح الثقيل حتى لا يقع في التعيين القادم والذي ربما يكون من خارج ويرفض سياسة المجلس الانتقالي فيعدم كل شيء. يحاول بالقوات وبالسلاح الذي يمسكه في يده اليوم أن يفرض هذه الخيارات السياسية. هناك ملفات ضخمة، هناك اغتيالات، هناك ملفات أمنية مهولة في عدن، ويخشى المجلس الانتقالي ومن خلفه الإمارات أنه في حال أسندت السلطة المحلية إلى محافظ وطني وشجاع ومدير أمن وطني وشجاع ستتكشف تلك الجرائم وتلك الفضائح والسجون السرية والانتهاكات والاغتيالات والعبث الذي أعرفه عدن خلال 4 سنوات. طيب سعد الرقم، تقول أن المجلس الانتقالي يضغط من أجل تعيين محافظ ومدير أمن لعدن، لا يفترض وفق الآلية المزمنة الاتفاق أنه كان قد تمت التعيينات هذه؟ هناك شرط وهناك توافق بين الحكومة الشرعية وبين الراعي المملكة العربية السعودية أن يبدأ الشق العسكري بالتنفيذ. يجب أن يرفع سلاح المجلس الانتقالي، يجب أن تستعاد الأسلحة المنهوبة من ألوية الحماية الرئاسية. إذا تم تنفيذ الشق العسكري ثم نأتي بعد ذلك إلى الشق السياسي، هكذا معروف ويعرف ذلك اللجان ومن وقع حتى على اتفاق الرياض. لكن اليوم المجلس الانتقالي يخشى أنه في حال سلم هذا السلاح وأتت التعيينات صادمة له فإنه لم يعد لديه أسنان، لم يعد لديه يعني قوة يحاول أن يعرقل أو أن يفرض الخيارات. اليوم يجب على المجلس الانتقالي أن يطعن بهذا الاتفاق الذي وقعه بيده وأن يعلم أنه لا خيار أمام اليمنيين ولا المجتمع الإقليمي ولا الدولي إلا عودة الدولة. الميليشيات لا يمكن أن تحقق الأمن والاستقرار. عدن عانت خلال 4 سنوات جراء الميليشيات وجراء المجلس الانتقالي وجراء عبث الإمارات. عدن تعاني يعني صنوف الويلات، وبالتالي اليوم اليمنيون الجنوبيون في عدن وفي أبين وفي شبوة يبحثون عن الدولة، وهم الذين أسقطوا المجلس الانتقالي. من أسقط المجلس الانتقالي في شبوة وفي أبين هم أبناء الجنوب، هم من انتفض على المجلس الانتقالي في عدن هم أبناء عدن. هذه الميليشيات لا تحقق أمنا ولا استقرارا، والناس يبحثون عن الدولة وعن النظام وعن القانون وعن مؤسسات الدولة. طيب أستاذ صلاح، الوضع الأمني في العاصمة المؤقتة يتفاقم دائما نحو الأسوأ في ظل التعثر تنفيذ الاتفاق حتى الآن، برأيك من يتحمل مسؤولية فشل الاتفاق حتى الآن ومسؤولية تفاقم الوضع الأمني داخل العاصمة المؤقتة التي يفترض أن هي العاصمة للشرعية؟ الوضع الأمني في عدن ليس أسوأ من الوضع الأمني في تعز وفي مأرب وفي شبوة وفي الحديدة وفي صنعاء، فالحال من بعضها بدون أدنى شك، مع أن الوضع الأمني لكنه يفترض أن يكون أفضل بما أنها العاصمة. أفضل لا بأس فيها. بما أنها العاصمة يفترض أن يكون الوضع أفضل فيها. كان هذا المنطق المثالي سائدا، لكن شاهدنا صنعاء منذ ربع قرن هي الاكثر امانا، ولكن بالعكس لما حصل هو ان صنعاء كانت طوال ربع قرن هي المكان المخصص للقتال والاغتيالات والفوضى. على كل حال دعني اتحدث عن الذي يتحدث عن ضروره ان يكلم المجلس الانتقالي سلاحه في الوقت الذي الطرف الاخر لا زال يكتف السلاح بقوه، وانا هنا لست
منتمي تنظيميا لمجلس الانتقال، ولكني انصحه بان لا يسلم سلاحه بهذه الطريقه. فيما الطرف الاخر لا زال يتم له كثير من الضرائب ويتوحدوا بكثير من الليل والسبور ويسدد هناك اسلحه بالكميات هائله. طيب استاذ صلاح، الطرف الاخر، هذا الطرف الاخر الذي تتحدث عنه هو الدوله. طيب الطرف الاخر الذي تتحدث عنه تقول انه يواصل التسليح، هذه هي الدوله التي يفترض انها هي من يعني لها الحق الحصري في السلاح والدفاع عن البلد. من مساله الدوله، من كلمه الدوله هذا كلمه، هذا كلمه اصبح كلمه لا اساس لها، ولا نحن في ظلم السلطه والحكومه نفسها تتحدث عن ضروره استعاده الدوله. فان كانت الدوله موجوده كما تزعمون، فان هذا يكون الحديث عن استعاده شيء هو اصلا موجود. هذه كلمة الدولة تستخدم وقت الحاجة، يعني عندما يريد حزب الإصلاح أن يستحوذ على كل شيء يقدم نفسه بأنه الدولة، يعني سلم نفسك، سلم سلاحك وسلم رقبتك لي، ثم تعال فارغني وأنت مجرد من كل الأسلحة ومجرد من كل الأوراق التي الطرف الآخر هو أصلا يضخمها بأرقبته. فالطرف الحل العسكري والحل السياسي غايد عن القضية البنوكية وغايد عن حتى عن الازمه اليمنيه بشكل عام. فلا يعقل ان يطالب طرف من الاطراف بتسليم سلاحه وتسليم كل ما لديه في نفس الوقت الذي هو اصلا يقوم معارك على الحدود بعكس الطرف الاخر الذي يتفاقل ويتماطل بالجبهات، بل انه يسعى كل ثقله وكل قواته باتجاه عدن. فبعد ان كان مطالب السعوديه من الاصلاح ان يحرر صنعاء، اليوم اصبح الاصلاح يطالب من السعوديه بان تحرر عدن. كان هناك التحالف يطلب من الاصلاح او بمعنى اخر من الشرعيه هذه الاستراتيجيه، كان طالبا بدخول صنعاء. اليوم هذا الشرعيه تطالب السعوديه بفتح عدن واقتحام عدن. نعم، هذا التناقض الفارغ او التناقض الصارخ الذي على اساسه لا يمكن لعاقل ان يطمئن لوضع كهذا و في ظل هذا التآمر الواضح والاحتيال والتهرب من اتفاق اصلا واضح يجب ان ينفذ وفقا لبنوده وفقا للتراتبيه الموجوده فيه. فطالما اخر عندما يكون الامر متعلق بالتزاماته فيتوظف بها ويقتلع الضرائب او يصير بيانات هنا وبيانات هنا. هذه البيانات بحد ذاتها هي تقعيديه في المنشأ. انظر الى البيان اليوم وانظر الى البيان الذي صدر قبل اسبوع في ما سميه باللجنه الامنيه في شبوه، كله بيان يدعو للاحتلال، يدعو للاقتتال، يدعو الطرف الاخر بان لا ينفذ سيدا واحدا. اشكرك جزيلا استاذ صلاح. اليوم مئات الالاف، ملايين من الناس، ملايين من المواطنين تورم زعل بسبب عدم تمكنهم من استلام رواتبهم ورواتب معيرهم التي كشفت بها الحكومه على مسافه امتار من المجلس الانتقالي لاسد الشيبي. فان كنا سنذهب الانتقالي انا لا الوم على ما تقولونه انتم، بل الوم على هذا النفس الطويل وطوله البال التي بالغ فيها وكان مثاليا اكثر من اللازم امام طرف لا يعير ادنى شك حتى للامور الاخلاقيه، للامور الانسانيه، للامور السلميه التي تعلق بلقمه الناس انها تعامل الامور السياسيه والعسكريه والامنيه الاخرى. اشكرك جزيلا صلاح السقلدي الزميل الصحفي، كنت معنا من عدن. اختم مع الاستاذ عبد الرقيب الهدياني. اذا الاستاذ عبد الرقيب تقول انه في ظل هذه الاتهامات المتبادله ما بين الحكومه والمجلس الانتقالي ما زلنا ننتظر كلمه الفصل من رعاه هذا الاتفاق من المملكه العربيه السعوديه، برايك ما الذي تنتظره الرياض حتى تقول كلمتها في ما يخص التعثر الحاصل في تنفيذ الاتفاق حتى اللحظه؟ اولا اشكر ضيفك العزيز الذي وضعها على البلاطه عندما طالب المجلس الانتقالي بأن لا يسلم سلاحه، وهذا هو منطق المجلس الانتقالي يؤكد كلامي أنه لن يسلم السلاح حتى يرى الخيارات أمامه في المستقبل وأمام الشق السياسي من اتفاق الرياض. ما الذي تنتظره المملكة العربية السعودية؟ المملكة العربية السعودية لا تتعامل مع الرأي العام ولا تحترم هذا الرأي العام. طبيعة يعني أداء النظام هكذا، وكنا نأمل أن لا تضع اليمنيين في هذا السجال وفي هذا الصراع. على الأقل نحن كمواطنين نعيش في عدن وفي أبيان وفي شبوة في هذه المناطق،
أن يكون الراعي أمين وأن يظهر إلينا ويحدثنا من الذي يعرقل بالفعل أمام هذه الاتهامات المتبادلة. ربما للمملكة العربية السعودية يعني تفضل الجهود على الأرض ولا تميل إلى التصريحات وإلى المكاشفات، لكن الصورة واضحة الآن، عدن هي رأس المقطورة وهي رأس اتفاق الرياض، وعبر هذه المنطقة هي المقدمة لتنفيذ اتفاق الرياض. من يمسك هذه المنطقة وهذه العاصمة هي ميليشيات المجلس الانتقالي، عليها أن تسلم السلاح، عليها يجب إدماجها في الجيش الوطني ووزارة الداخلية، يجب إخراج هذه القوات خارج عدن وخارج منطقة التوتر، وأن يصبح المجلس الانتقالي وفق اتفاق الرياض عبارة عن موظف وتابع وشريك في الحكومة الشرعية. ننتظر يعني خطوة مسؤولة من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية وأن يضعوا حدا لهذا الجدل، فاليمنيون قد ملوا من الصراعات ومن الاحتراب. شكرا جزيلا لك عبد الرقيب الهدياني الصحفي، كنت معنا من عدن، وأيضا الشكر الموصول لصلاح السقلدي. في ختام هذه الحلقة تحية طاقم البرنامج ومنتج الحلقة عبد الرقيب الأبارقي.